فألواح التكريم يقدمها سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى الذوات. يتفضل معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي لاستلام لوح المؤتمر. ونرجو ونلتمس من معالي الوزير البقاء بجوار سماحة الشيخ وكذلك السادة الوزراء المكرمين. تتفضل معالي وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري. يتفضل معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسدي. يتفضل معالي وزير الزراعة الدكتور عباس المالكي. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ الدكتور همام حمودي لتسليمه ألواح المؤتمر.